بدنا وصفة لفرد الشعر الخشن. في وصفة بسيطة جدا، في نبات اسمه الأملج، نبات اسمه الأملج، هيك لون النبتة أسود هيك يعني شوية صلبة، تطحن، بنجيب 30 جرام منها و30 جرام من زيت السمسم أو السمسم، وبنخلطهم مع بعض بصيروا زي الحنة، وبنحطهم على الشعر وبنسيبهم لمدة من نص ساعة لساعة، مرتين بالأسبوع لمدة شهر، إن شاء الله بكون ناعم جدا وبكون وضعه متحسن.